فكما كيعرف جميع بغينا نشكر جميع اللاعبين اللي قدموا واحد المقابله جميله وقتاليه، زدنا اكدنا على النتيجه ديال الاسبوع فريق امام فريق النهضه البركانيه اللي ما جاش من فراغ. نتمنوا ان الدوله تزيدوا يشتغلوا ان شاء الله ونزيدوا نامنوا ان شاء الله الوضعيه ديالنا في احسن لما احسن ان شاء الله في المقابلات القادمه ان شاء الله باذن الله. فبطبيعه الحال فهذا هو السر ديال المجموعه والسر ديال المكون ديال الفريق، لا من رئيس الفريق لا من الاخ بشعي مبارك اللي هو كيشتغل معنا واحد الشغل زوين. هذا كما قلنا لك فالروح الجماعيه والمجموعه اللي كتخلي ديما رغم اننا كنلعبوا خارج الميدان، فكما كيعرف جميع في 30 مقابله في الموسم الثاني على التوالي فريق شباب السالمي كيلعب خارج الميدان ما عندوش ملعب وكيقدم مقابله وكيقدم مستوى اللي كيشرفوا بشهاده ديال الجميع. كنتمنوا ان هذا الفريق غادي يشوفوا من حاله الناس يحاولوا من هنا لقدام المواسم القادمه ان شاء الله تو يكون عندهم ملعب ديالو تو باش الناس ديال المدينه تما يفرحوا بالفريق ديالنا. الانسان كيبغي يجي يلتحق بالفريق ولكن الغالب الله مسافه بعيده، وحنا هادشي علاش كنلعبوا حنا لقبل المدينه لقبل الاخوان ان شاء الله باش كل مقابله كنزيدوا نشتغلوا ونحققوا نتائج ايجابيه باش هم يكونوا ديما فرحانين ان شاء الله وخا على البعد ديالهم ان شاء الله. الحمد لله توفقنا باش نجيبوا 3 بوان وكنشكر اللاعبين اللي بينوا على القتاليه ديالهم في هذه المباراه، وان شاء الله الحمد لله تفادينا المناطق ديال الخطر، وان شاء الله باقي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في الصبور الترتيب ان شاء الله. وعلاش لا، ما كاينش شي فريق يكون كيلعب وما يبغيش يتنافس على المراتب الاولى. كي غادي الخدمه مع الكوتش؟ مزيان باخر الحمد لله، و داز اونسيان جوار تبارك الله مزيان، وكنستافدوا منه بزاف الحوايج وان شاء الله مازال باقي نقولوا الكلمه ديالنا. حنا كنخدموا اول حاجه كنخدموا كجروب كاملين، هذه هي النقطه ديال القوه ديال السوالم، كنخدموا كمجموعه والحمد لله كيف ما شفتوا راه الدراري كنجيروا ماتش بار ماتش الحمد لله. دازت واحد السلسله ماشي 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 مزيانه، وحنا الحمد لله ريكيبيرينا النقاط اللي ضاعوا منا، ونتمنوا ان شاء الله نكونوا في صبور الترتيب حسن ان شاء الله حيت كنساهلوا اكثر بزاف الحوايج.